سادة المشاهدين مساءكم خير وأهلا بكم في يوم جديد من 90 دقيقة. امبارح الحقيقة وأنا يعني كنت بقلب كده في المواقع لقيت فيديو منتشر بشكل كبير لسامويل إيتو رئيس اتحاد الكورة في الكاميرون وطبعا اللاعب الكبير. فلقيت إيتو بيقول للعيبة منتخب الكاميرون ويعني بنرف عالي جدا على الماتش بتاعنا معاهم بعد بكرة إنها الحرب. يعني والحقيقة إنه من حق أي مسؤول إنه يحمس منتخب بلاده، بس يعني يا كابتن إيتو مش للدرجة الحرب. يعني في النهاية دي لعبة ورياضة، صحيح كلنا متعلقين بيها ونفسنا نفوز بيها زينا زي الناس في الكاميرون طبعا، بس يعني ليه يعني شحن الأجواء بالشكل ده؟ وليه تحسس الناس وكأنها حرب بجد؟ الفكرة بقى يعني إنك لما تلاقي فيديو زي ده ممكن عادي تعديه، لكن فجأة بقى نصحى النهاردة نلاقي إشاعة مصدرها الإعلام الكاميروني بتقولك إيه؟ بتقولك إنه نجمنا محمد صلاح مصاب بكورونا. نجمنا وحبيب المصريين مصاب بكورونا؟ يعني ليه إشاعة زي دي في الوقت ده؟ يعني انتوا هتخلونا يا كابتن إيتو نصدق انكم بتتعاملوا مع الماتش كأنه حرب بجد زي ما انت قلت؟ يبقى انتوا كمان عايزين تسببوا توتر للجمهور المصري، مع احترامي الكبير لكل لاعب في منتخب مصر، لكن كلنا عارفين قيمة ومكانة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي في المنتخب. ومع كده بقول برضو يا كابتن إيتو انه اللي شفناه في ماتشين كوتيفوار والمغرب يقول لنا ان ولادنا رجال، حتى لو لقدر الله كان محمد صلاح غاب، فانا واثقة برضو ان ولادنا قدها وكانوا هيرفعوا راسنا في الماتش بتاعنا معاكم. ليه يا إيتو؟ ليه قدتوا كل الإشاعات والكلام ده؟ ليه؟ بس برضو يعني أنا مقدرة نفسية قدتوا بصراحة. يعني افتكروا كويس في كاس الأمم الإفريقية في 2008 إيه اللي حصل؟ غلبنا الكاميرون بالأربعة في دور المجموعات وفي النهائي كسبناهم، ومحدش طبعا ينسى أيام سونج وزيدان ولا ايه؟ ولا حد عمره هينسى حتى اللي في الكاميرون اللي عمله زيدان مع سونج على فكرة، وكمان قابلناهم تاني في 2010 وبرضو كسبناهم بالتلاتة وفي وجود الكابتن إيتو كلاعب. صراحة يعني كان الموضوع عامل عقدة كبيرة لإيتو، حتى لو الكاميرون كسبتنا بعد كده في نهاية 2017 على فكرة، ايه المشكلة؟ لكن يظهر انه كده يعني من الواضح انه العقدة مستمرة. كلام برضو كتير الحقيقة اتقال عن حكم الماتش، انهم اللي هيحكم الماتش حكم هيجي اسمه ماريو إسكوبار، ومرة يتقال انه هيبقى الحكم الاثيوبي تسيمبا، ومرة يتقال الحكم فيكتور جوميز اللي من جنوب افريقيا، وفجأة هوب بقى نلاقي الحكم لماتشنا مع الكاميرون هو الحكم الجنبي المصيبة بكاري جسام. يعني بصراحة حاجة كده مش مريحة،
يعني ربنا كده ايه يستر علينا منه، خصوصا اننا كمنتخب مصر حقيقة احنا اتظلمنا حرفيا في الماتش اللي فات بتاع المغرب مع الحكم السنغالي ناداي، يعني انا مش عايزة افتكر اسمه حتى. مش ممكن تحس انه كان حالف مصر ما تعديش ماتش المغرب. كواليس كتيرة الحقيقة وشغل كده يعني حساه مش مظبوط قبل ماتش منتخبنا مع الكاميرون، خصوصا وانه البطولة على ارضهم، واكيد اتو عايز يثبت انه عمل حاجة من ساعة ما بقى رئيس اتحاد كرة القدم في الكاميرون، فبيعمل كل اللي يقدر عليه، كل ما في وسعه عشان الكاميرون تاخد البطولة. وأيا كانت نتيجة الماتش احنا كلنا فخورين وهنفضل فخورين بمنتخبنا القومي على فكرة، وبالأداء بتاعه في البطولة. وبإذن الله منصورين غصب عن أي حد. وتحيا مصر. طيب معانا على الهاتف 90 دقيقة الأستاذ مصطفى طنطاوي خبير الإعلام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أهلا بك يا أستاذ مصطفى في 90 دقيقة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين. أستاذ مصطفى، في يعني تخوفات كتير من الحكم بكاري جسامة، شايف الموضوع ده ازاي؟ والله يا فندم هو من حق أي حد انه يعترض على الحكم المقرر لاي مباراه. يعني هل في امكانيه لتغيير الحكم؟ لا، في امكانيه للاعتراض وتقديم احتجاج، وده اللي قام به الاتحاد المصري منذ قليل وفقا لمعلوماتي. طب ماشي، ما انا هعترض وبعدين. الاتحاد الافريقي من حقه يقرر في الحاله ديت اذا كانت الدوافع اللي بنى عليها الاتحاد المصري اعتراضه هي دوافع قويه تؤخذ في الاعتبار، فيقرر بناء عليها اذا كان هيغير الحكم من عدمه. ففي الحاله ديت بيتم تغيير الحكم او لا. لكن انا اقدر اقول من ناحيتي ان ايا كان الحكم، انا شايف ان البلبله الحاصله حول تعيين حكم بعينه لاداره المباراه ده مش في صالح الاتحاد المصري، ولا في صالح المنتخب المصري، ولا في صالح الاجواء النفسيه للاعبين في المنتخب المصري. ويمكن ده هيزود الضغوط على اللاعبين في المنتخب المصري ويخرجهم عن تركيزهم. انما هي خطوه قام بها الاتحاد المصري بالاحتجاج. يعني معلش حضرتك تقصد ان احنا يعني نتقبل الامر؟ لا، مش قصه نتقبل الامر. يعني لو بصينا، انا بشوف تضخيم للامر من وجهه نظري، بشوف تضخيم للامر. يمكن بكاري جسامه حكم لمنتخب مصر المباراه الشهيره للصعود لكاس العالم، وكل اللي حكمه بكاري جسامه للمنتخب الوطني 6 مباريات في تاريخه، منهم 3 مباريات فاز فيهم المنتخب الوطني ومباراه خسرها ومباراتين انتهوا بالتعادل. فبشوف ان في تضخيم للامر، مش عارف هو لصالح مين، لكن لو كان ده وسيله ضغط على الحكم فهي وسيله محموده. يعني انت مش مع خوف الناس من مكاري جسامه؟ انا لانه متحيز ومتابع. انا كمصطفى ومتابع لكره القدم فترة، بلاش أكون مسؤول، لكن أنا كمتابع أقدر أقول إن أنا ما عنديش أي تخوف من بكاري جسامة على المنتخب الوطني. يمكن حتى لو كان أي حكم في الدنيا سواء كان بكاري أو غيره بيحصل إن في حكم فار دلوقتي خلاص، والقرار ما بقاش خاص بس بالحكم حكم الساحة، ويمكن ده الحكم التونسي مصطفى قيرات هو اللي هيكون موجود. يمكن حكم الماتش اللي فات هو اللي خلانا قلقانين من ده يا استاذ مصطفى. ما سمعتش حضرتك يا فندم. بقول لحضرتك يمكن حكم الماتش اللي فات هو اللي خلانا ان احنا قلقانين كده. لا، هو طبيعي، طبيعي نقلق، وطبيعي اي حد يقلق، وطبيعي يكون كل حد بياخد وسائل ضغط. يعني انت شايف انه بكاري مش متحيز ومنصف؟ لا، مش قصة متحيز ومنصف، أنا ما بشوفوش إلا حكم في الملعب. تقييم الحكام
بيبقى في ناس كتيره جدا بتقدر تقيم الحكم. انا بالنسبه لي لو انا قلت لحضرتك ده، انا بالنسبه لي انا بكاري جسامه، بالنسبه لي وش السعد، انا يعني انا شايفه كده. انا مصطفى وجهه نظري بالنسبه لك انت وش السعد. طبعا بكاري جسامه اللي حكم لنا المباراه الشهيره للصعود لكاس العالم الاخيره، صعودنا الاخير لكاس العالم وضربه الجزاء اللي تم احتسابها لتريزيجيه هنا وجهات نظر يا استاذ في برج مصطفى. العرب. وجهات انا بقول نظر. لحضرتك وجهه نظري. طيب قول لي يا استاذ مصطفى، هل ابو جبل جاهز للمباراه يعني؟ وهل في الى حد كبير طبعا محمد ابو جبل جاهز ان شاء الله للمباراه، كمان الونش باذن الله يكون جاهز للمباراه. طبعا للاسف غياب النجم الكبير احمد حجازي تاكد، ويمكن كان في تواصل ما بين اداره نادي السعودي وما بين الجهاز الطبي في المنتخب الوطني، وتم الاتفاق على علاجه في المانيا. كمان تاكد غياب النجم الكبير حارس المرمى محمد الشناوي. طبعا الشناوي يمكن الغيابات الكبيره في صفوف المنتخب الوطني وبالذات في خط الدفاع، سواء الشناوي من بعديه ابو جبل، وكان قبلهم اكرم توفيق وثم احمد حجازي، وكان الونش كمان. فدي كلها غيابات طبعا بتقول قد ايه احنا فريق كبير، ومصر فريق كبير، دوله كبيره وفريق كبير، وقدرنا ان احنا نضم عناصر ثانيه ونوظفها، والحمد لله رب العالمين ان انتهت المباراتين السابقتين بالنجاح وبالفوز. كانوا رجاله في الملعب، كانوا رجاله في الملعب. يمكن برضو يا دكتوره بسمه، يمكن احب اقول لحضرتك حاجه برضو، يعني مش مجامله لحد، ولكن هي اثبات واقع ان فكره الدعم الجماهيري للمنتخب الوطني مديه حاجه زي، يعني اقول لحضرتك ايه، اكثر من دافع الا ان هي احنا شرف. بنتابع الجماهير اللي بتسافر ليله الماتش، هي شرف. لا هذا الموضوع فارق جدا ومدي ايمج اعلى كتير. طبعا مصر كبيره بكل ارثها وبكل الليجاسي اللي عندها، لكن الموضوع فارق كتير جدا، سواء مع اللاعبين، سواء مع المواطنين المصريين، سواء مع الجماهير من كل الدول الاخرى، امام حتى المنظمين من الاتحاد الافريقي. الموضوع فارق جدا بصراحه، فانا بحيي اي حد او اي مسؤول او اي مؤسسه. انا عايزه اقول لك بس انه يعني انا عايزه اوجه التحيه لحزب مستقبل وطن وشركه بريزنتيشن علشان اصرارهم على سفر الجمهور المصري لتشجيع منتخبنا. ده شيء مهم جدا على فكره. يمكن لو مش عايز اقول لحضرتك ان في دول ودول شقيقه كمان يمكن ما كانوش قادرين يسفروا صحفيين او بعثات اعلاميه، وبيضربوا المثل بجمهوريه مصر العربيه ان هي بتسفر الكم الكبير قوي من المشجعين ده في كل دعم لوجستي رهيب. دي شهاده وسامه على صدورنا كلنا يا استاذ مصطفى. طبعا لا بجد والله الموضوع مشرف جدا امام كل الزملاء في الدول الاخرى وفي الاتحاد الافريقي. الموضوع فعلا مشرف، ويمكن مصر الحمد لله رب العالمين بارثها وبعظمتها وبالعناصر المحترمه طبعا اللي موجوده في كل الاوساط، جمع حواليها كمان الجماهير من الدول الاخرى ومن الجانب الكاميروني. كان في المباريات السابقه كان في التفاف من الجمهور الكاميروني ومن الجاليات الاخرى على المنتخب الوطني، طبعا بوجود كمان قيمه كبيره زي محمد صلاح افضل لاعب افريقي وواحد من افضل اللاعبين الثلاثه في العالم حتى الان، والمرشح للحصول على جائزه افضل لاعب في البطوله باذن الله مع المباراتين القادمتين. وده كان له دور عمل برضه كبير في لم شمل الجمهور الافريقي والجاليات الاخرى مع الجمهور المصري الكبير اللي باكد على النقطه دي ثاني. والله انا فخور وممتن لكل مسؤول او كل مؤسسه كانت وراء وجود الجمهور ده لدعم المنتخب الوطني في الكاميرون. طيب استاذ مصطفى، انا كنت في اول الحلقه كنت بتكلم عن تصريح إيتو لما قال إنها الحرب، فمن شوية كيروش رد وقال مش حرب دي متعة يا إيتو. إيه رأيك في التصريحين دول، وإيه رأيك في تصريح إيتو يعني بإنها حرب يعني؟ والله طبعا أنا مش مع التصريح ده إطلاقا، وكرة القدم هي لعبة في الأساس
ولا يجوز انك تغير الاساس ده وتقول وتحولها لساحه حرب او لما شابه. فطبعا لا، طبعا هو غير موفق بالمره في التصريح، حتى وان كان في غرفه داخليه للاعبي منتخبه، لكن هو طبعا تحفيز غير مقبول. وعلى فكره بالمناسبه، هو لو كان ايتو يقصد مصر بالذات في التسجيل ده وثبت ذلك، فيمكن تقديم شكوى ضده من جانب الاتحاد المصري بمنتهى ده ممكن البساطه فعلا يا دولي استاذ مصطفى؟ الانتقال. ده ممكن؟ طبعا، لان كره القدم في العالم مبنيه على الفير بلاي، وده ده ضد الكلمه قواعد دي اللعب النظيف. ممكن طبعا تكون بتثير الفتنه يعني، طبعا طبعا، ودي اصلا بتحول لعبه لنشر السلام. مباراه رياضيه نظيفه بتحولها وانت مسؤول. لا يجوز، يمكن لو كان انها سمر الحرب. بيتو بيقول الكلمه دي وهو نجم كوره معتزل او لاعب كره قدم معتزل، ما كانش هيكون لها الصدى ده. لكن حضرتك يا مستر ايتو اصبحت والله لو رئيسا كان لسه للاتحاد. في الدوري الاسباني او الانجليزي او في اوروبا كان زمانه اتوقف على فكره. ولو كان لاعب طبعا يجوز عقابه، لكن انا بقول لحضرتك لما هو يقول كده، امال الجماهير لو كان هتعمل ايه مازال بقى يومها لو واللعيبه كان تعمل ايه؟ هو بالظبط بالظبط ليه طبعا كده؟ ليه يعني؟ بالظبط طبعا طبعا، لكن في قواعد بتحكم كل حاجه في العالم في الاطار ده. ويمكن اللجان التأديبية سواء في الاتحاد الافريقي او في الاتحاد الدولي كفيله بمعاقبه اي مسؤول. ودايما بنقول ان اي عنصر من عناصر اللعبه او اي مسؤول هو ليس فوق مستوى القانون وليس فوق مستوى العقوبه طالما اخطا. فلو ثبت ان صامويل لقيته مواجه كلامه للاعبته طب ايه العقوبة التسجيل اللي ممكن النظيف ده، تكون يعني متوقعة ايه؟ بتبدا من لفت النظر لغرامه ماليه، لايقاف عن العمل الكروي في كل المجالات لمدد مختلفه. خلي بالك بقى ايتو من تصريحاتك، خلي بالك ما انا ده اللي كنت بقوله لحضرتك. خلي بالك هو نسي ان هو اصبح مسؤول واصبح رئيس اتحاد، وان تصريحاته لا تقتصر على فئه معينه من الجماهير، بل بتضع الكاميرون كلها كاسم وكعلم وكدوله تحت طائله هذه التصريحات. والله انا شايفه يا ايتو انك تعتذر وتسحب كلمتك دي. قبل ما اختم معاك يا استاذ مصطفى، عايز اعرف توقعاتك ايه للماتش، يعني فنيا بقى، والنتيجه ايه ممكن توقعاتك والله ايه؟ امنياتي طبعا فوز المنتخب الوطني كاي مصري، لكن التوقعات برضو الحمد لله رب العالمين بتشير بنسبه كبيره لفوز المنتخب الوطني، سواء من اللجان الفنيه المختلفه او من الفنيين على كافه الاصعده، بياكدوا ان فرصه المنتخب الوطني كبيره جدا في الفوز بالمباراه إن بعد شاء الله. التقدم الهائل في المستوى الفني للمنتخب من بدايه البطوله، والتدرج الايجابي في المستوى من بدايه البطوله حتى المباراه الاخيره امام الشقيق المغربي. ده بيصب كله في مصلحه فوز المنتخب الوطني. يمكن المنتخب الكاميروني بيواجه ازمه كبيره في خط الدفاع وفي استقبال الاهداف على عكس المنتخب الوطني المصري. بس ويمكن هجومهم المنتخب خطير الكاميروني عشان نكون ويمكن واضحين. ويمكن المنتخب الكاميروني عنده ميزه نسبيه في الهجوم، لكن هي بتقتصر ان المنتخب الكاميروني يا دكتور لحد دلوقتي سجل 11 هدف من خلال اثنين باتنين لعيبه لعيبة. فقط. فده برضو بيؤكد ان في فرصه لايقاف خطوره اثنين لعيبه واحد فيهم اكثر، احرز 6 وواحد احرز 5. 6 و5 بالضبط. يمكن هو هداف البطوله وصيفه فينسنت ابو بكر، هو هداف البطوله ب6 اهداف، فده برضو يمكن احنا ناخدها خليهم كفرصه هم كبرى. ياخدوا الاهداف ويسيبونا احنا البطوله. ياخدوا الهداف، وباذن بشكرك الله رب جدا، العالمين يبقى عندنا بشكرك افضل الاستاذ حال. مصطفى طنطاوي خبير الاعلام بالاتحاد الافريقي لكره القدم، ويا رب يوفق منتخبنا. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى.
مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وخلونا نبدأ أخبارنا من استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة إنسانية، وهو المواطن أدري اللي عمره 40 عام من قرية كوبري البستان بمركز الدلنجات التابعة لمحافظة البحيرة. الحاج أدري تعرض لحادث سنة 2012 أثناء عمله كسائق، وتسبب الحادث ده في حدوث كسور في مناطق متفرقة في جسمه أفقدته القدرة على الحركة. سيادة الرئيس وجه جميع الجهات المعنية باتخاذ اللازم اتجاه الحالة، وعلى الفور وزارة الصحة قامت بدفع سيارة إسعاف مجهزة لنقل الحالة إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات اللازمة وتوفير الرعاية الطبية المناسبة. وزارة التضامن بالتعاون مع محافظة البحيرة درست حالة الأسرة على الطبيعة لتوفير الدعم اللازم لها. خلونا نستقبل أدري على التليفون. أهلا بك يا أدري في 90 دقيقة، وألف سلامة عليك، شفاك الله وعافيك. اللهم امين، اللهم الله يبارك فيك ويصلح حالك يا رب. قول لي اخبارك ايه دلوقتي؟ طمنا عليك وطمن الساده المشاهدين. والله يعني الحمد لله بخير وتمام الحمد لله، وبطمن الشعب المصري كله، وبطمن رئيس الجمهوريه. الف 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 شكر يا رئيس. قالوا لك ايه في المستشفى؟ والله جميع في المستشفى من الموظفين للدكاتره لجميع العاملين فيه، حتى المحافظ والعالم، يعني بص كل اللي هو اللي في المستشفى عاملين بأكمل. علي شوية تامر. بقول لك كل العاملين. كله جاي بدور، ما فيش، كل عشان خاطر سيادة الرئيس، وحتى المحافظ ذات نفسه ماشي بعت مندوب من عنده برضه. والحمد لله الحمد لله يا رب. أنا مش مصدق لحد دلوقتي. ده ربنا رايد لك الخير، وانت اكيد راجل طيب وربنا هيكرمك. بس طمنا، قول لي قالوا لك ايه في المستشفى؟ عملوا ايه معاك؟ عملوا اشاعات اول ما نزلت من السياره، يمكن انا بعت لكم الصور وشفت انتم نفسكم. تمام، اول ما نزلت خدوني استقبلوني على الاشاعات على طول. ماشي. كل الليل على الاشاعات، والناس تجري ورايا يمين وشمال، وعملوا الفحوصات اللازمه. ماشي، ويوم تاني يوم الصبح واخديني برضك على التحاليل. ماشي، وقاموا بأحلى واجب معايا، وأنا شكر جزيلا لسيادة الرئيس. والله أنا مش مصدق نفسي لحد الوقت. عرفت الخبر إزاي؟ إزاي جالك الخبر؟ عرفت إزاي إنه سيادة الرئيس أمر بعلاجك يا أدري؟ الخبر، أو أنت عرفت يعني شعورك كان إيه؟ يعني شعوري مش مصدق، أنا في فرحة. بص يا أدري، أنت طالما مشغل التلفزيون مش هنسمع بعض كويس، ممكن توطي التلفزيون عندك على الآخر؟ تمام. اسمعني من التليفون مش من التلفزيون. تمام يا فندم، تمام. طيب قول لي عرفت إزاي بقى؟ وصلك الخبر إزاي؟ وعملت إيه؟ والله أنا جاني اتصال قبل المغرب، ماشي، من قناة صوت البلد، من القناة. ماشي، قالوا الرئيس استقبل الحالة بتاعتك تبناه. ماشي، أنا بصراحة ما كنتش مصدق. ماشي، قلت يعني إيه؟ يمكن في غلط في الموضوع. يمكن في غلط، في غلط. أي واحد يقول كده. ما فيش. بعد المغرب بالظبط لقيت المداخلات، ولقيت مدير المستشفى بيتصل. أنت أدري عبد الله؟ قلت له أنا أدري عبد الله. قال لي بالظبط نص ساعة بالظبط جهز حالك عشان العربية جاية لك. وبالفعل قامت الإسعاف وجات لي، ودخلت المستشفى حوالي الساعة 11 بالليل أو 11 ربع بالظبط. أيوه، وزي ما شفت أنتوا كده على التصوير، ماشي، والناس عملوا الواجب وزيادة. طب قالوا لك يعني إنه يعني إيه اللي هيحصل؟ هل هتتعافى؟ هل هيحصل علاج لمدة معينة؟ ولا لسه محدش بلغك بحاجة؟ هتعمل عملية؟ لا، هم يعني اللي وضع قدام مننا إن هم قالوا بإذن الله يعني هيتم الشفاء. ماشي، بس يعني حاليا دلوقتي بيعملوا في الإشعاعات والتحاليل.
لكن انت حددوا بالظبط العمليه هيبداوا، ما حدش حدد. ان شاء الله هيتم شفائك، لانك انت راجل طيب وابن مصر، وربنا الله هيكرمك يخليك. لان ربنا رايد لك الخير. آمين يا رب. آمين. عندك امنية اخيرة تقولها لي؟ أنا بوصل رسالة للسيد رئيس الجمهورية، اي اتفضل. أبو الكل، ربنا يخليه لمصر وللعالم العربي بأكمله. ان شاء الله يا رب، باذن الله، ان شاء إن شاء الله الله. إن شاء الله. وبشكرك جدا، وأنا وأسرة 90 دقيقة وقناة المحور كلها سعداء ليك، وبنتمنى لك الشفاء إن شاء الله بإذن الله. ألف سلامة على الحاج أدري أو أدري، لأنه صغير في السن مرة تانية، وأكيد مفيش كلام يعني يتقال أكتر مننا، يعني إحنا عندنا رئيس إنسان عينه دايما على أبناء الشعب وهمومهم ومعاناتهم، الحمد لله. طيب مكملين بقى مع أخبار الرئاسة. الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع النهاردة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات. وجه الرئيس بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين. عندنا كمان خبر آخر من ناحية تانية. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل النهاردة السيد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مؤكدا على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج، والذي يعتبر جزء من أمن مصر القومي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مؤكدا سيادته على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج والذي يعتبر جزءا من أمن مصر القومي. كما أكد السيد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيرا سيادته إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر وتذليل أي عقبات قد تواجههم. من جانبه نقل السيد محمد جاسم الصقر إلى السيد الرئيس تحيات شقيقه سمو الأمير نواف الصباح وسمو ولي العهد مشعل الصباح، مؤكدا قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمنا دور مصر المحوري بالمنطقة وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، فضلا عن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة السيد الرئيس خلال السنوات الماضية
الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري الكويتي لدوره المهم في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة وتحلية المياه، فضلا عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة التجارة والصناعة لتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن العمل على الاستفادة منها في دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك لتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي، وذلك من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلا عن الفرص الاستثمارية المتوافرة واحتياجات المناطق المقامة بها المجمعات الصناعية. كما وجه السيد الرئيس بتوفير كافة سبل الدعم لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية، خاصة من خلال تذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات، وكذا إنشاء مراكز تجارية دائمة ومخازن للبضائع خاصة في الدول الإفريقية. السيدة نيفين جامع عرضت الموقف التنفيذي لاستكمال منظومة المجمعات الصناعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من أعمال إنشاء وتخصيص وتشغيل، فضلا عن جهود متابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات. كما تم استعراض جهود الوزارة لدعم وتنمية الصادرات، حيث شهد عام 2021 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل حوالي 32.3 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ نحو 7% عن عام 2020، خاصة في قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات الطبية والغذائية ومواد البناء. الخبر الآخر معانا الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد مراسم توقيع مذكرتين تفاهم في مجال التعاون العسكري بين مصر وكوريا الجنوبية بحضور وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية. ووقع الفريق أحمد خالد نائب وزير الدفاع وقائد القيادة الاستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكري مذكرة تفاهم في التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجستي، ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي. زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال التعاون العسكري بين مصر وكوريا الجنوبية وعقد تدبير التصنيع المشترك للهاوتزر K9A1EGY مع شركة هانوال كوريا الجنوبية، وذلك بحضور السيد كان جين هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية، حيث وقع الفريق أحمد خالد نائب وزير الدفاع قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف العام على التصنيع العسكري مذكرتي التفاهم في التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجستي، ومذكرة أخرى للمبادئ المنظمة للتعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي، وذلك للتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.
كما وقع اللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة على عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتزر K9A1EGY محليا بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع شركة هانوال كورية الجنوبية، ويمثلها السيد سون جيل رئيس مجلس إدارة الشركة. ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطوير في نظم التسليح العالمية لتظل القوات المسلحة دائما تحتل مكانتها المرموقة بين جيوش العالم. من جانبه أعرب السيد كان جين هو وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية عن سعادته البالغة بالتعاون العسكري مع مصر باعتبارها قوة إقليمية كبرى، متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين البلدين. وألقى المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي كلمة أشاد فيها بعلاقات التعاون في مجال التصنيع العسكري مع الجانب الكوري. حضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء مجالس إدارة شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة العربية العالمية للبصريات وسفير وملحق الدفاع لكوريا الجنوبية بالقاهرة. مشاهدينا دلوقتي هنشوف تقرير عن استقبال مركز إصلاح وتأهيل منطقة بدر بقطاع الحماية المجتمعية عدد من مراسلي الوكالات الأجنبية. الزيارة كانت لعدد من مرافق المركز زي المركز الطبي والعيادات ومباني الخدمات التعليمية والتأهيل وأماكن الإعاشة ومبنى المحكمة الجديدة. إتاحة الفرصة للمراسلين الأجانب لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل بدر يهدف إلى نقل صورة واقعية عن إنجاز عصري في منظومة العقاب الحديثة يواكب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. يتمتع مركز الإصلاح والتأهيل بدر بمنظومة علاجية متكاملة متطورة تشمل لأول مرة مركزاً لصحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام، إضافة إلى تجهيزات تقنية طبية حديثة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة بين النزلاء. هننقل الكلام ده لجمهورنا في الوطن العربي، ونتمنى أصلاً أن تجربة مصر دي تستنسخ في باقي الدول العربية. بصراحة تجربة رائدة، أكيد تشكر الحكومة المصرية على هذا الجمال وعلى هذا الإبداع وعلى الاهتمام بالنزلاء. شفنا خلال جولتنا هذه المستشفى وما تتميز به من خدمات طبية وما توفره من خدمات صحية، للاهتمام بكل حاجة تخص صحة المرأة. شفنا أجهزة متطورة جدا، كشف عن الأمراض المختلفة والأمراض المزمنة وعلاجها، فده حاجة مشرفة. لفت نظري أنه غرفة العمليات الكبرى اللي بنظام الكبسولة المغلقة اللي بتسمح بمرور الهواء عبر فلاتر لدخول هواء نقي. يبحث المراسلون هنا عن تفاصيل البرامج الإصلاحية والبيئة التي يوفرها المركز للنزلاء والرعاية المقدمة لهم. عدسات الكاميرا تلتقط تفاصيل المكان تمهيداً لإعداد تقارير إخبارية لوسائلهم الإعلامية ترصد واقع النزلاء وأحوالهم المعيشية والصحية وما يتمتعون به من رعاية داخل المنظومة الإصلاحية الجديدة. لا قدرت أشوف النهاردة، أعتقد أنه استاندر عالمي في أماكن التأهيل في مصر بالنسبة للدول الأخرى يعني، أو ما نشاهده في الدول المتقدمة. يشاهد المراسلون مفردات السياسة العقابية الحديثة تطبق على أرض الواقع، ما بين الارتقاء بثقافة النزلاء لتقويم سلوكياتهم وإسقال المهارات الفنية والإبداعية لديهم حتى الوصول إلى شخص منتج سوي داخل ورش جهزت لهذا الغرض في إطار من الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ما رأيناه اليوم مع النزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل هو محاولة تأهيلهم بالفعل ليخرجوا إلى سوق العمل في الخارج أو يخرجوا إلى المجتمع في الخارج بعد أن تم تأهيلهم، حتى أن الدولة حاولت توفر لهم وظائف أو حرف. اكتشفنا قد إيه في تطوير، في قد إيه تغيير بالنسبة للنزلاء، فكرة تعليم النزيل وتثقيفه وتأهيله مرة أخرى علشان يخرج للمجتمع بشكل أفضل. النهاردة شفناها في مركز تأهيل بدر. حوارات ونقاشات دارت مع النزلاء حول أوضاعهم المعيشية وأحوالهم داخل المركز، والتي كشفت عن نقلة نوعية حضارية في السياسة العقابية في مصر تتواكب مع انطلاقة الجمهورية الجديدة التي يصان فيها كرامة المواطن. رأيك إيه في مركز التأهيل والإصلاح الجديدة الموجودة اللي اتعملت النهاردة؟ حاجة جديدة، إحنا ما كناش متخيلين إن الدولة هتساعدنا بالطريقة دي، وإن هم هيقفوا جنبنا كده، وإن هيدونا أمل في الأيام اللي جاية، وإن هي كانت خلاص مشكلة في حياتنا وعدت، وإن إحنا لازم نبقى للأحسن دايما. إحنا فعلا بنتعلم موسيقى وبنتعلم كل حاجة، يعني كل اللي عنده هواية في حاجة بيتعلمها، اللي بيرسم نمينا مواهب الرسم، اللي بيطرز الكروشات، كل اللي انتوا بتشوفوه ده حقيقي. Lot of different than any other prison. This hospital like 5-star grade hospital and all facility, rehabilitation center and again the drug control system, everything world class. And the amazing thing, they have the research facility here to how to change the behavior of the drug addicted. So it's amazing. النزيل يتمتع هنا بحقوقه في الرعاية بكافة أنواعها والتأهيل والإصلاح، فمراكز الإصلاح والتأهيل بديل حضاري وإنساني للسجون العمومية التقليدية، صورة حقيقية ينقلها هؤلاء عبر وسائلهم الإعلامية لدول العالم ليشاهدوا الإنجاز على الواقع. في حديقة الياسمين، أحدث حدائق تابعة لوزارة الري اللي بيتم تطويرها في القناطر الخيرية. يمكن برنامج أو مخطط تطوير حدائق وزارة الري بالقناطر الخيرية بدأ بقاله أكثر من 3 سنوات تقريبا. لو حبينا نتكلم عن تاريخية المكان وتاريخية الحدائق، يمكن الحدائق الري بالقناطر الخيرية يرتبط وجودها بتاريخ إنشاء القناطر نفسها، زمن أو فترة حكم محمد علي. حديقة الياسمين مساحتها 8 أفدنة. تتميز حديقة الياسمين بالطبيعة الجغرافية أو الطبيعة الطبوغرافية ليها، إن فيها منخفضات ومرتفعات، وجود تبة عالية المناسيب فيها بتعلو أكثر من 10 متر، وده استدعى إن أعمال التطوير تشمل على صناعة أو عمل شلال صناعي داخل الحديقة للاستفادة من فرق المناسيب. برضو أهم عناصر التطوير اللي شملت الحديقة إن تم تصميم وعمل نافورة داخل الحديقة، يمكن هي النافورة الوحيدة الموجودة في الحدائق كلها. النافورة دي بتتميز بالطابع التاريخي والتصميم للقناطر. أهم عناصر التطوير في أي حديقة بندخلها إن أي إنشاءات أو أي أعمال أو أي حاجة لازم نحافظ على الشكل التاريخي لمنشآت القناطر والوضع الطبيعي اللي هي أنشئت عليه. برضو تم التطوير، أو أهم ملامح التطوير، تم عمل مشايات تسمح بالتجول داخل الحديقة للزوار. المشايات دي بعضها من الانترلوك وبعضها من مشايات الرخامية. تم زيادة عدد المسطحات الخضراء، نقول في الحديقة تتجاوز 25,000 متر مربع. تم تزويد الحديقة بشبكة إنارة تسمح بتشغيل الحديقة ليلا، ويمكن تتميز حدائق القناطر المطورة بفكرة الإنارة. يمكن أغلب الحدائق في الجمهورية
الجمهورية بتقفل الساعة 5، لكن حدائق القناطر بتفتح يوميا من 8 صباحا حتى 11 مساء جميع أيام الأسبوع بفضل شبكة الإنارة اللي بيتم تزويدها بيها أثناء أعمال التطوير. مع أعمال شبكة الإنارة برضو في شبكة ري حديثة لري المسطحات الخضراء والأشجار. تتميز الحديقة بوجود أشجار نادرة زي شجرة الأنشوجة، غير ان طبعا لو قلنا كمان ان منطقه نفسها بتتميز بوجود شجره التين البنغالي، وهي اقدم شجره موجوده استجلبها محمد علي من الخارج، يتعدى عمرها 150 عام ويمكن يصل ل 200 عام. تاريخ وجودها يرجع لتاريخ انشاء القناطر نفسها. الحديقه كانت من فتره منذ فتره وزمن بعيد كانت مهجوره، وكانت يعني كانت شكلها سيء، وكانت منبع للامراض والاوبئه. وطبعا بفضل جهود وزاره الري والاداره العامه لقناطر الدلتا والساده المهندسين وصلوها لهذا المستوى من الشكل الجمالي عشان ترجع القناطر لمكانتها التاريخيه تاني وترجع الخريطه السياحيه. النهاردة عيد ميلاد فنانة كبيرة، عيد ميلاد الفنانة الكبيرة والنجمة شهيرة. وطبعا الفنانة شهيرة يعني واحدة من نجمات زمن الفن الجميل الحقيقي اللي تركوا بصمة كبيرة وواضحة في الفن المصري، سواء يعني في الدراما أو في السينما. شهيرة أمتعتنا في كل أدوارها، وقصة حبها وجوازها من النجم الراحل محمود ياسين، وواحدة يعني من أجمل قصص الحب اللي عاشها الوسط الفني المصري والعربي. كل سنة وانت طيبة، وعقبال 100 سنة سعادة وراحة بال يا حبيبتنا الغالية. كل سنة وانت طيبة وبصحة، وبرحب بيكي في 90 دقيقة ونورتي 90 دقيقة. مرسي مرسي، ربنا يخليك يا بسمة يا حبيبة قلبي، ربنا يكرمك يا رب. شكرا قوي قوي على اللفتة الجميلة دي، ربنا يخليك يا حبيبي. تستهليها وتستهلي أكتر من كده. طمنين عليكي، أخبارك، صحتك عاملة إيه؟ والله الحمد لله أنا يعني ماشي الحال، يعني زي ما يقولوا up and down. والله من ساعة محمود طبعا يعني الدنيا مش حلوة طبعا، شريك العمر والحياة والتعود والأنس والزوج والحبيب، أنا متفهمة كل حاجة طبعا. جميلة وكل حاجة جميلة، كل حاجة جميلة كانت معاك يا محمود. فطبعا لما الواحد بيفقد مش سهل، وصحيح فات أكتر من سنة، لكن الواحد برضو يعني عارفة يا باش ما تزبطش يعني ما طبعا. ده بقى بلس الأجواء الحلوة اللي احنا فيها اللي احنا شايفينها. أيوة يعني الأجواء يعني صح. وربنا يصلح الأحوال، أجي احنا بنزق في الدنيا زق كده. هنعمل ايه؟ طيب يلا بقى نروح بقى لحاجات حلوة وإيجابية ونتكلم في حاجات جميلة بمناسبة عيد ميلاد الجميلة شهيرة النهاردة. في يا حبيبتي مشتي مشكرة قوي. مين أول حد قالك كل سنة وانت طيبة النهاردة؟ النهاردة ولا مبارح؟ مبارح مبارح. أول حد قالك كل سنة وانت طيبة؟ بصي ولادي هو ما ورا بعض يعني مش قادرة أقولك. يا رانيا 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 على يعني الساعة 12:05 كده كان، وبعدين بعديها عمر وبعد كده بقى كتير بقى كتير اصحابي، مش هقدر اقول مين الاول مش فاكره يعني. ربنا يخليهم يعني ورا بعض ورا بعض. طب مين من الفنانين مين من الفنانين حد كلمك من الفنانين؟ بصي كان طبعا كلهم فويس نوت فويس نوت فويس نوت علشان تليفون. حلو، ما يعتبروا كلموكي برضو، ده بعتبر اتصال. يعني يسرى والهام شاهين وليلى علوي وبوسي شلبي ودنيا حبيبة قلبي دنيا سمير غانم،
كل دول. حبيبتي يعني انت محبوبة والناس كلها بتحبك وكل سنة وانت طيبة. وعايزة اعرف بقى يعني نروح بقى لحتة تانية، عايزة اعرف رأيك ايه في خليفة استاذ محمود ياسين الله يرحمه نجم المستقبل عمر محمد رياض. عمر ولا محمود؟ عمر محمد رياض. انتوا عيلة فنية الاتنين بقى. انا بحسبك بتقولي محمود، محمود جونيور يعني. لا عمر حبيبتي. عمر عمر محمد رياض. بصي انت جيتي على الجرح. ليه قولي؟ لانه هو ده بعتبره ابني يعني حبيبي. انا يعني خدته كده يعني من هو بيبي كده يعني، ده كان في حضني على طول. كان قريب منك يعني. جدا جدا جدا. وكانت رانيا بقى حبيبتي كانت مثلا صحيح كانت هي مهتمه قوي بالبيت اكتر من الشغل وقتها، لكن انا كنت بقول لها سيبيه معايا وانزلي انزلي شوفي شغلك. فكانت لما يعني تنزل وكده كانت يعني تسيب حبيبي عمر معايا. انا ارتبطت بيه جدا جدا جدا، وهو طبعا يعني لحد النهارده يقول لي انت اهم واحده في حياتي، وانا اقول له انت اهم واحد في حياتي. طيب مين بقى خليفة محمود ياسين اكتر، عمر ولا جونيور؟ لا بصي ما دي ما اقدرش يعني احكم فيها، لان ده عايزه من وجهه نظرك الفنيه، انت فنانه كبيره يعني. بصي كل واحد ليه الكاركتر بتاعه يعني وشخصيته وروحه وكده. انا مش شايفه ان في حد زيه زي محمود، لا. يعني كل واحد واخد يعني، حتى هم لما بيقولوا يعني نقدر نقول كل واحد واخد لمحة منه مثلا. يعني ممكن. لكن خلفته لا، يعني مثلا عمر حبيبي كان كلهم بيقولوا ايه محمد رياض، محمد رياض شبه محمد رياض كده، لكن انا مش شايفه شبه، انا شايفه يعني الروح او لمحه منه او كده يعني. انما ما اقدرش اقول ده كوبي مثلا محمد رياض او حد خليفه محمود، لا انا مش شايفه ان ايه. وبعدين حتى بدري، عارفه بدري التقييم يا بدري او الولاد لسه يعني ايه، وخاصه عمر ما عملش لا يعني ما ظهرش للناس الا في عمل واحد. محمود يعني حبيبي بدا قبل منه وعمل كذا عمل والحمد لله يعني الولاد واخدين الموهبه، ده اللي انا اقدر اقولها لك. يعني انت شايفه عندهم موهبه؟ لا موهبه ايه؟ ومتنبأ لهم بايه طيب؟ لا 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 معلش، انا مش بتكلم بقى على انهم يعني احفادي، لا انا بتكلم على انهم لا الولاد موهوبين. جينات يا حبيبتي، جينات ابا عن ام عن جد. أيوة طبعا عن ده العيله كلها، ده العيله العيله وعيله العيله. ايوه عارفه الجينات، فالجينات يعني عمر لما بدا اول يعني عمل واحد، كل كان الكومنت اللي عليه ان هو ما شاء الله كأن الولد وقف قدام الكاميرا عشرات المرات يعني. كان فكان ايه، فلفت النظر من انه كان يعني متماسك، واثق من نفسه، واثق من موهبته، فكان فالناس حبته بسرعه. طب يعني بمناسبه الجينات بقى يعني بيقولوا انك عايزه ترجع للتمثيل تاني، هترجعي للتمثيل تاني حق شهيره؟ انا هقول لك حاجه حبيبتي، انا لولا الكورونا كنت زماني دلوقتي بشتغل. يعني هي دي كانت الحاجه يعني انت متمنيه يعني انت عايزه. طبعا انا دي الحاجه الوحيده اللي كان هتطلعني او يعني من الحزن اللي انا فيه يعني. كنت انا محتاجه ان في حاجه يعني شويه تشدني يعني. لا يعني انا كنت ايام صعبه يعني، ايام صعبه بعد محمود طبعا، وخصوصا انه الولاد اتجوزوا وكل واحد في حياته بالظبط، وانا بقى لوحدي بقى يا بسمه يعني. انا فاهمه
يعني لوحدي. فأنا كنت محتاجة حاجة تملأ الفراغ ويخرجني من حالة الحزن الشديد على حبيب العمر. فصعب يعني، كنت محتاجة إن حاجة تخرجني، ما كانش حاجة هتخرجني غير شغلي، غير شغلي. لكن أنا طبعا عشان عشان مفهوم الكورونا. طب ايه يعني، ايه الاعمال اتعرض عليكي؟ اعمال ايه اخر عمل مثلا اتعرض عليك؟ لا هي مش مساله ده مش اخر عمل، مش مساله اخر عمل، ده كان بيجيبولي بيقولولي ايه تحبي تعملي، ايه تحبي، عايزه ايه، عايزه ترجعي بايه. طب انت تحبي ايه؟ انا بسالك نفس السؤال، تحبي تعملي ايه؟ انا يعني بعد بعد الفتره الطويله دي من الاعتزال، ان النهارده لما اجي ارجع ما اقدرش اقول لك انا عايزه كذا. حتى انا بقيت يعني انا بقيت اقول كده، حتى بيقولوا لي ده انت معاكي عندك ابنك ما شاء الله مش عارفه ايه، اقعدي واستكتبيه واللي انت عايزاه. طبعا بس مسلسلاته الجميله. طبعا طبعا بس عمرو مش كده، عمرو ما تستكتبوش، عمرو يقول لك لو في دور ينفع مش يعني ما نفسكيش مثلا كنت تشاركي مثلا او تمثلي في نصيبي واسمتي؟ طبعا طبعا اكيد. هو نصيبي واسمتي ولا واسمتك؟ نصيبي واسمتك، عشان عمرو بيتخانق قوي في الحته دي بيخاف من حد يغلط زي اللخبطه زي كده كنت أحب طبعا، كنت أحب لو في ظروف تانية، عارفة لو في ظروف تانية. وجالي والله العظيم أعمل من يعني بصي يعني بصي. طب أنا هقولك اقتراح يسليكي وتبقي برضو عملتي حاجة ومن غير ما أنت تختلطي وتعملي مخلطة، إيه رأيك ما تعملي مثلا أدعية لرمضان اللي جاي؟ إيه رأيك؟ كصوت يعني؟ صوت وصورة، هي كاميرا واحدة عندك في البيت في كورنر واعملي الأدعية، إيه رأيك؟ هو طبعا حاجة جميلة الأدعية، حاجة جميلة. فاكرة أنا كنت عملت عارفة الدعاء بتاع اللي على أغنية شادية ده اللي كان عامله عمر زهران؟ عرفت انت شفتيه؟ طبعا الدعاية يعني لا، ودلوقتي بقى التقنية والتقدم والتسهيلات والحاجات هتبقى حلوة بالنسبة لك، وهتعملي عمل حلو كويس يعني، اعتبريها ان انت دخلتي بيه وبديتي بيه. والمنتجين اهو سامعنا دلوقتي يا جماعة، السادة المنتجين، فنانة شهيرة جاهزة، يلا الحقوا، فاضل على رمضان 60 يوم، عايزين نلحق ونسمع صوتها الجميل وأدائها الحلو. على فكرة أنا كنت بحضر للحاجة شهيرة دروس جميلة، وكانت بتتكلم وعندها بقى طريقة دعاء بتدخل القلب على طول. أيوة يا حبيبتي تشهديني يا روحي، ربنا يخليك. طبعا إزاي، لا طبعا طبعا، ربنا يكرمك يا حبيبتي، ربنا يتقبل يا رب مننا يا رب. إن شاء الله حبيبتي، إن شاء الله. وأتمنى لك يا رب الصحة والعافية والتوفيق ومنورة الدنيا. ولك مثل الدعاء. بس استني بس، راحة فين؟ احنا لسه، ده أنا عندي شوية أسئلة حلوة كده. عيد ميلادك النهاردة، عايزين بقى كده إيه منورة 90 دقيقة يا روحي. عايزة أسألك، شايفة مين خليفة شهيرة في الفن والتمثيل دلوقتي؟ لا من الجيل اللي موجود برضو. لا ما يعني بصي يعني ما بحبش على فكرة كلمة مين خليفة مين. أنا بحس إن كل واحد ليه يعني روح شكل وطعم ولون. أيوة بالظبط، شكله وطعمه ولونه. طب مثلا رانيا مثلا بنتك مش شبهك مثلا، مش يعني مش شبهتك في التمثيل مثلا؟ يعني في البعض كان قال كده، يعني في البعض مش كتير يعني. أيوه. في البعض قلت هي علشان مثلا ايه فيها لمحات مني، فيها شبه الجيل الجديد. وبيقولوا حورية فرغلي مالها، بيقولوا انه برضو يعني فيها طعم من شهيرة، طعم أول مرة.
اول مره اسمعها. ركزي في كلامها كده ويعني وادائها وهي بتتكلم كده، ممكن تحسي انها يقولوا دي فيها شويه، هي دلوعه يعني. فانا مش عايزه اقولها يعني. وليه انت عيد ميلادك النهارده، مش عايزه ازعلك. لا هي حريه دلوعه، انا ماليش دعوه. ماشي الفنانة الجميلة. حرية جميلة. طيب عايزة أسألك سؤال تاني، يعني رأيك إيه في الهجوم اللي على الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي؟ السؤال الذهبي، سؤال الموسم، سؤال المستفز. أنا نفسي مستفزة، فمش قالوا لي بقى خلاص ما تتكلميش لأن هطلع هزعل، هزعل اللي اعترضوا. اتفضلي بقى عايزة أسمعك. هي مش مسألة كده، بصي انا شايفه ان الهجوم زياده عن الموضوع، وزياده عن حتى لو انتوا مش حابين لقطه يا ربي لقطه معينه ما كنتوش زي ما انتوا بتقولوا منتظرينها من فنانه المفروض هي بتعمل كل حاجه، لكن انتوا في مخكم حاطينها في صوره معينه، تيجوا بعد كده بتشوفوها عملت لقطه فنيه. عايزين نقول يا جماعه انا مش منى زكي، انا بعمل شخصيه، لكن في ناس مش قادره يوصل لها ده او يعني ايه تستوعب ده. خلاص يعني انت مضطره تحترمي اراء كل الناس، اللي سواء اللي موافق ولا اللي معارض، لكن انا اعتراضي على الهجوم الشديد وخصوصا على الفنان الجميل احمد حلمي. ليه كده؟ ولا مثل في الفيلم ولا ليه علاقه ولا ليه ذنب، مش فاهمه ليه خلوه طرف في الموضوع. مش عارفه والله انا في ذهول من الهجوم الضاري ده على كابل جميل قدم لهم اعمال حلوه. طب شايفه ايه السبب؟ انت شايفه ايه السبب؟ يعني ايه السبب في هذا الهجوم، او ايه السبب في يعني هل السوشيال ميديا مثلا، هل الناس ما بقاش وراها حاجه؟ وهو في ايه؟ ما هو كله قاعد ورا الشاشه وبيلطش زي ما هو زي ورا الحديده، انا بسميها ورا يعني الحديده. يعني ومش كل الناس طبعا، لكن هو بيمكن في شوت واحد معين اصلا لو هم شافوا الاصل بتاعه في الفيلم الايطالي ده نهار اسود، وهي هي موافقه ما رضيتش تعمل كارثه. يعني لا ده هنا ما فيش حاجه، ما عملتش حاجه يعني، انما هو الموقف نفسه ازعج البعض، لان ايه حاطين كل واحد حاطط الفنانه اللي بيحبها بشكل معين. لو هي بس يعني عملت دور، مش وده دور، مش هي مش شخصيتها اللي زي ما تقولي يعني الجمهور بيتخض يعني. اصل بصي يعني طب اسالك سؤال وتجاوبيني بصراحه. لو اتعرض كان عليك الدور ده تعمليه ولا لا؟ لا لان انا لا انت صريحه بس ليه؟ لا انا مش جريئه، انا مش فنانه جريئه طول عمري. يعني تعتبر منى زكي في هذا الدور فنانه جريئه؟ طبعا لان هي بتعمل محتاج دور جرأة. انت شايفه ان الدور ده كان محتاج جرأة؟ بصي هو يعني محتاج جرأة، لان في بعض الكلام وبعض الالفاظ وبعض يعني اللي هي لا يتقبلها الـ مش كل المجتمع. بعض الناس تحس ان ده لا ده مش مجتمعنا. ايوه ما هو مش مجتمعنا. طيب حاجة شهيرة وجهي رسالة لمنى زكي. والله عايزة اقول لها بصي يا منى انت فنانة جميلة وليكي ادوارك اللي هي يعني حبتك الناس فيها، وخليكي شوفي الناس يعني حباكي في خط ايه
وخلاص وامشي معاه، احنا ده قدرنا خلاص يعني. احنا بنمشي حسب يعني الناس عايزه مني ايه، او المحبين بتوعي او الفانز بتوعي يعني عايزين مني. للاسف احنا هو كده، صحيح الفنان لازم يعمل كل حاجه و و و، لكن انا يعني انا لو مكانها لا خلاص، ما الادوار محتاجه مثلا اي حاجه ممكن تزعج اي حد، لا مش يعني خلاص مش ضروري، وخاصه ان هي مش هي دي الصوره يعني. في 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 فنانين من الاول من بدايته. يعني انت شايفه انه كان اسلم انها ما تعملوش، تبعد عن دوشه الدماغ، تقصدي كده ولا انا ما فهمتش صح؟ لا لا لا، هي كفنانه مش شايفه كده، هي كفنانه شايفه ان من حقها تعمل كل حاجه. تعمل كل حاجه. اصلي انا مش شايفه الست اللي اتعرت ولا حد مسك ايدها يعني، لا ما تخلينيش اتنرفز ولا حاجه. ولكن احيانا في ولو تاتش معين صعب شويه، لا خلاص مش ضروري منه. او هي انا برضو عرفت ان هم في نتفليكس قالوا لو حد عايز يعيد الموضوع ده يعني في اي بلد يعني يبقى كوبي بيست، ما تغيروش في حاجه. ولكن انا عارفه ان منى لا ما عملتش الشوت اللي الناس قامت وقعدت عليه زي ما هو موجود في الايطالي خالص. اللي في الايطالي موضوع تاني خالص، وهي رفضت انها تكمل تعمله زي ما هو موجود كوبي بيست هناك يعني. ومع ذلك شوف الهجوم قد ايه والدنيا قامت. طيب حاجه شهيره، هل بيتم دعوتك لحضور مهرجانات؟ لا ده من زمان. لا يتم دعوتك لحضور مهرجان؟ لا لا، يعني مهرجان القاهرة السينمائي مثلا لا يتم دعوتك لي؟ لا ما بقالي يعني، بصي يعني من ساعة ما محمود يا حبيبي يعني بقى تعبان وكده من سنين، أصل الكلام ده ومحمود تعبان من سنين ما بيتمش يعني، ما بيحصلش. لا 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 لا. طب بتزعلي؟ بتزعلي؟ حتى لو كنت مش هتروحي بتزعلي؟ لا مش كده، هم عارفين ان محمود تعبان وانا. طب دلوقتي ما هو مفيش، ما هو الله يرحمه دلوقتي. طيب بس هو سواء كده او كده هم يبعتوا خلاص. يعني اللي يعرض عليكي دور في فيلم او مسلسل ما بيعرضش عليكي لحضور مهرجان ليه؟ لا وهم اصحاب المهرجانات واللي بيعرض هو المنتج هو صاحب مهرجان. لا انا بتكلم بصفه يعني بصفتك وتقديرك كفنانه كبيره وحضورها مهم. يا حبيبتي ما انا خلاص انا يعني انا اعتقد يعني بيعتبروني ان انا معتزله، وان انا مش يمكن ما احبش اروح، الله اعلم. ولو دعيتي هتروحي ولا مش هتروحي؟ لا اروح طبعا. حلو ده، الاجابه عجبتني. لا طبعا. لا اروح طبعا. الله ده انا دي شغلتي، ده انا خريجه معهد التمثيل، انا مش جايه من النادي دي مهنتي. يعني ولما واروح مهرجانات طبعا وكده. لا لا مستنياكي رمضان اللي جاي ان شاء الله في الادعيه قبل الفطار كده. انا يعني هستنى اسمع صوتك ودعائك الحلو اللي من قلبك الجميل ده. بص الكلام ده كان زمان. لا ان شاء الله باذن. مش انت عايزه ستي ترجعي وخايفه من الكورونا؟ ده حلو ده كبدايه، وقولي يا رب يمكن ان شاء الله بعد فتره نخلص من هذا الوباء اللعين. التابوس والله يعني طبعا موضوع الادايه ده يعني ما بقولكيش حاجه. ده انت لو عمرو قعد بكاميرا يعرف يعملها لك. طيب اخر سؤال هساله لك، الفنان الكبير محمود ياسين كان بيحتفل ازاي بعيد ميلادك؟ زي اللي حصل النهارده مع الولاد. هو بص هو بيبقى يعني طبعا ده غير بقى ان طبعا اكيد يا دايما يديني يقول لي بصي اشتري اللي انت عايزاه.
انا ما اعرفش انت عايزه ايه. لسه هسالك بقى، اخر هديه كانت ايه؟ لا ما انا بقول لك انا اللي بجيبها. هو يديكي بقى الفلوس وانت تجيبي. طب جبتي لنفسك ايه اخر هديه منه؟ لا والله. تفتكريها؟ يعني هو انا كنت انا بحب الخواتم اصلي. عارفه. لا والله واخده بالك من الحته دي. عشره. ايوه بحب الخواتم والسلاسل. وبعدين حاجه كمان حلوه انا محتفظه بيها، انت كنت جبتها لي. انا محتفظه، انا احب اغير كتير فحكي. انا ايوه ما حصلش. لا حسب، بس انت مش فاكره. هبقى ابعتها لك، اصورها لك وابعتها لك على الواتساب. ايه كنت كانت ايه؟ اسوره جميله كده بقلب حبيبتي. قلب. انت تستحقي قلوب الناس كلها. انا اغير في حاجات كتير، في يعني حتى لو انا جايبه هديه لنفسي ممكن ازهق منها واغيرها، لكن بتاعتك انت ما غيرتهاش. ما اعرفش يمكن لجمالها او لمعزتك عندي، مش عارفه. دخلنا في حاجات شخصيه. انت اصيله وجدعه، حاجه شهيره، وربنا يبارك في عمرك ويديكي طول العمر، وتشرفينا في 90 دقيقه قريب. احنا عندنا اجراءات احترازيه هنا لا تتخيليها لاقصى ما تتخيلي. هتيجي من عربيتك على جوه هنا وكل الاجراءات، ونقعد انا وانت كده قاعده حلوه وجميله. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبي. ان شاء الله. وبكررها لك تاني، كل سنه وانت طيبه والعمر كله بالصحه يا رب. ربنا يخليكي فنانتنا الجميلة. ميرسي ميرسي يا روح قلبي. مع السلامة. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى. مشاهدينا معكم من جديد. انا بس كنت حابه الحقيقه، يعني كان لازم اطلع فاصل وما لحقتش، يعني كنت عايزه اعلق على موضوع الفيلم بتاع منى زكي. انا عندي وجهه نظر الحقيقه حابه اشرحها. في ثلاث نقاط كان الحقيقه فيهم هجوم، وانا حابه ان انا اوضحهم يعني من وجهه نظري اللي انا شفت بيها الفيلم. حقيقه يعني كان في هجوم على انه المثليه، وانه ازاي، وانه اللي أنا شفته أنه أول حاجة أنه كانت منى زكي وكل الناس في الفيلم والأبطال اللي كانوا موجودين كانوا ضد وكانوا مش موافقين، وكان لديهم هجوم بصراحة شنيع على الممثل اللي كان افتكروا أنه هو فعلا مثلي. ده نمرة واحد، يعني إذن أنه هم مش يعني كان عندهم اعتراض. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الأب اللي كان اتهمه أنه في دعوة للانحراف في الفيلم. عايز أنبه بس الناس أنه في حاجة طبعا، أنه كون أنه الأب يسمح لبنته بحاجة زي كده إحنا لا نرضاها، لا على ديننا ولا على عاداتنا ولا تقاليدنا، وما عندناش الكلام ده. بس أنتوا لو تلاحظوا اللي شاف الفيلم بقى بجد، مش بيكتب من ورا الحديدة زي ما بيقولوا، اللي شاف الفيلم يا جماعة، الأب ده أصلا هو مطلعه لك، هو مهزوز نفسيا، هو مهزوز، هو بيتعالج نفسيا وبيروح لدكتور نفسي ومهزوز نفسيا. فأكيد أنه طريقته اللي اتعامل بيها أنا ما اعتبرهاش أنها طريقة أن أنا أحكم عليها، لأنها طالعة من إنسان ما عنده الصفة أنه أقول عليه أن عنده منطق، لانه بيتعالج نفسيا زي ما حصل في الفيلم، انه بيقول انا بتعالج نفسيا وبيروح لدكتور نفسي. لكن في النهايه بقى اللي عايزه اقوله انه الحقيقه يعني هو ده عمل فني. يعني هل مثلا ممكن ان واحد قتل في فيلم فانا ابقى عايزه احاكمه؟ يعني هل ده معقوله؟ ما ياما افلام عالجت مشاكل. يعني هل في دعوه في هذا الفيلم لهذا الانحراف اللي انتوا رافضينه؟ هل حصل؟ يعني انا الحقيقه عندي تحفظات
شديدة وممكن يكون في، بس يعني انه انا شايفة انه هذا الهجوم ملوش داعي، لانه مفهوم غلط، الفيلم اتفهم غلط. لو كان في انه دعوة لكل هذه المعاصي والاخطاء انا كنت هقول دلوقتي ان انا مش موافقة، انا مش موافقة ولا يمكن اوافق على حاجة زي كده، مش ممكن. فانا قلت رأيي اللي انا شفت بيه حقيقة الفيلم، وحنسيب عاصفة بقى اصحاب ولا اعز، وهنروح للعواصف الحقيقية. العواصف الحقيقية، الجو اللي احنا فيه اليومين دول، احنا الحقيقة في يومين صعبين جدا، العاصفة هبة اللي قالوا عليها، وبعدين اليومين دول بيقول لك عاصفة اسمها ياسمين، ويوم الخميس اللي جاي فيه بيقول لك اضطراب في الجو ورياح، ومش عارفة لغاية دلوقتي يعني اطلقوا عليها ايه. واحنا الحقيقة مارر علينا شتاء ما حصلش قبل كده، شتاء صعب جدا جدا وغريب، وزادت غربته كمان الأسماء اللي بيطلقوها على العواصف، مرة هبة ومرة ياسمين. وهنشوف وهنسأل ونستفهم من الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. مساء الخير يا أستاذ محمود. خير يا فندم، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. استاذ محمود، اهم سؤال عايز اساله لك، كل الناس ليها شكوى الحقيقه مشتركه، البيوت تلج واسقع من بره لما بنخرج في الشارع، ليه؟ ايه السبب يا دكتور محمود؟ طبعا هو حضرتك احنا بنشوف دايما ان علوا ارجوكم الطقس بشكل كبير، بنحس بالموضوع في الشتاء وفي الصيف، بنلاقي الجو في الصيف جوه البيوت بيبقى صعب جدا جدا، ومحتاجين نخرج بره في الطقس اخر النهار عشان الجو بره افضل من جوه، جوه بره في الشارع بيبقى افضل من جوه البيوت في فصل الصيف. طيب ليه؟ لان اشعه الشمس بتبقى الى حد كبير بتضرب في الحيطان بتاعه المنازل، وبتبدا تشع هذه الحوائط، بتبدا تشع الشعاع اللي امتصته طول النهار من الشمس داخل الشقق في فترات الليل. طب لو طبقنا على البرد، اهم حاجه ليه البيوت صقيع وبره الجو مش كده؟ لا هو حضرتك برضو الحيطان بتاعه المنازل بتكون مكتسبه كميه كبيره جدا من الرطوبه والبروده، بتبدا برضو تفرغها داخل المنازل، عشان كده بنلاقي درجه الحراره جوه البيت ده السبب، بيكون الجو برد قوي بشكل كبير عن الشارع بره. بالاضافه لان احنا في الشارع بنتحرك، ده بيديني طاقة برضه ان انا بتحرك، ففي جسم بيتحرك فبينشط، فبتبدا درجة حرارة تتفاعل مع الجو، بنحس ان الجو كويس وما فيهوش برودة شديدة. انما في البيت واللي قاعدين يعني ما بنتحركش كتير، مكسلين شوية، فبرضه بنحس بالبرودة اكتر. طيب ليه دكتور محمود بيسموا العواصف باسماء ستات، هبة، ياسمين، مش عارف ايش معنى يعني؟ يا والله يعني بيكون يعني عندهم امل ان الظواهر الجويه اللي بصحبه للعواصف المفروض تكون عنيفه، فلما لما يسموها اسم مثلا نسائي او اسم جميل من الاسامي النسائيه بيبقى الى حد كبير بيبقى يعني بيتركوا بالاسم ان هو ايه، يخلي الظواهر الجويه لطيفه شويه اثناء تعرضهم لهذه العواصف. ولكن هو مين اللي بيسمي الاسماء دي يا دكتور محمود؟ والله هبه وياسمين وريري والكلام ده، دي مسميات اعلاميه على فكره، خاصه بالتوك شو وبعض مواقع التواصل الاجتماعي في الدول اللي بتضربها هذه الموجات من يعني مش بتطلق من منصات مثلا تخص الارصاد او طبعاً. لا لا مش منصات علميه، ولكن الاعاصير، ما بقولش بقى العواصف، بقول الاعاصير اللي بتتكون في المحيطات واللي بتضرب بعض الدول اللي شواطئها مطله على بعض المحيطات، يتم فعلا اطلاق عليهم مسميات بحيث ان الظواهر الجويه العنيفه اللي مصاحبه لهذه الاعاصير بالفعل بتكون محل دراسه وبتسجل في تاريخ علم الارصاد الجويه اسم الاعصار وتاريخ حدوثه والظواهر الجويه المصاحبه دي واثار الدمار اللي نتجت عن هذا الاعصار للدراسات في السنين والاعوام القادمه. وده بيبقى جدول معمول في المنظمه كل 3 سنين بيتحدث بمجموعه من الاسامي واللي تصادف السواحل بتاعته او بلده بيضربها هذا الاعصار.
خصوصا البلاد المطله على المحيطات. ما بقولش العواصف الثلجيه اللي كانت في لبنان وتركيا وسوريا، لا لا، دي كلها مسميات اعلاميه. طيب بتكلم عن الاعاصير اللي في المحيطات. طيب بيحذروا من يوم الخميس، يوم الخميس ده فيه بطش مهم يعني، فالناس كلها بتسال ايه اللي هيحصل يوم الخميس؟ حضرتك يوم الخميس وفقا لتوقعات هيئه الارصاد الجويه، احنا نوهنا امبارح ونوهنا النهارده ان في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه تمر بها البلاد لمده 48 ساعه فقط. يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني امطار، رياح، ولا برد شديده البروده؟ يعني ايه اللي هيكون يعني؟ حضرتك طبعا احنا شايفين النهارده الثلاث ان شاء الله بكره الاربع، الجو مستقر بشكل كبير، زياده في فترات سرعه الشمس، درجه حراره عظمى متوقع انها تتراوح ما بين 18 و20 درجه، ولكن يوم الخميس هتنخفض شويه تصل الى 15 16 درجه، يوم الجمعه الى 14 درجه او 15 درجه، انخفاضات طفيفه في درجات الحراره، لكن مصاحب ليها نشاط رياح، نشاط الرياح هيزود احساسنا بانخفاض درجه الحراره في فترات النهار وفترات الليل، ولكن بطمن المشاهدين مش هتكون درجات البروده بالشكل اللي احنا شفناه في شهر يناير. يعني الناس معلش، اصل الناس الماتش مهم جدا بتاع يوم الخميس، فالناس طبعا كلها عايزه تطمن. الماتش هيكون يوم الخميس بالليل الساعه 9، والناس طبعا بتحب تنزل تتفرج مع بعض، بيروحوا لبعض، فيعني هل التحذير من بس بروده الجو ولا في اكتر من كده هيحصل؟ بالنسبة لبرودة الجو زي ما قلت فترات الليل هتتراوح درجة الحرارة من 10 ل 12 درجة. تمام. الرياح هيبقى موجود. مقبول مقبول يعني أمطار. طيب في أمطار؟ ده العنصر الثالث، فرص أمطار فعلا، ولكن بالنسبة للقاهرة على وجه وجنوب الوجه البحري فرص الأمطار خفيفة. هتبقى أمطار خفيفة على القاهرة ومحافظة الوجه البحري. ده شيء مطمئن برضه. على السواحل الشماليه وشمال الجنوب. ده شيء مطمئن، وبشكرك جدا دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئه الارصاد الجويه، وان شاء الله الطقس يتحسن في اقرب وقت، وخصوصا يوم الخميس، لانه انا عارفه انه ناس كتير كانت عايزه تطمن انه يوم الخميس ينزلوا ويتفرجوا على الماتش، هو هيكون مش ابرد من الوقت اللي احنا فيه النهارده وامبارح، زي النهارده وامبارح، فإن شاء الله تشوفوا الماتش وتستمتعوا مع أصدقائكم وأسركم. ومشاهدينا نشوفكم بكرة في حلقة جديدة من 90 دقيقة، وتصبحوا على ألف خير.